بغيت نقول لك شنو هو الاحساس ديالك اليوم؟ واحد الاحساس ما كيتوصفش، احساس زوين. ما كناش كنتظروا هذا الشيء هذا، والحمد لله ربي حنا نوينا الخير وربي يسر لينا. وكنبغي نشكر المغاربه كاملين، كنشكرهم. فرحت بزاف منين خرجت وكندور في العماريه وكيبانوا لي المغاربه فرحانين معايا. شكرا بزاف ولا لي خطيهم. فاش كنتي في العماريه شفنا واحد الدموع، بغينا نفهموا ديك الدموع ديالاش. فرحت بزاف، ما كنش كنتصور هاد غيكونوا هاد المغاربه كاملين، وفرحت بزاف بزاف. جاو فرحوا مع ياسين وسهام ولا لي خطيهم. من بعد هاد العقيقه فين غادي نشوفوا ياسين وسهام وجهات ان شاء الله؟ ان شاء الله يا ربي. دابا غيكون واحد البروجي باقي ما عرفناش بالضبط، ولكن غيكون واحد البروجي، وان شاء الله غادي تشوفوا ياسين وجد. غتبقاو ديما كتشوفوهم ان شاء الله في السوشيال ميديا. شي رساله اخيره للمتشبعين ديالكم والناس اللي حضروا اليوم والفنانه وكاع الناس اللي باغيين لكم الخير؟ كنبغي نشكر طابي غوج، كنبغي نشكر منير الهواري المدام ديالو، كنبغي نشكر الفنانه شاكيره الاخت كريمه، كنشكر ميك اب ارتست اشرف ذاكر على الميك اب اللي عمل ليا، كنبغي نشكر دار بن جلون منيا بن جلون كنبغي نشكرها على اللباس ديالها، كنبغي نشكر المغاربه كذلك داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكر اشواقع على الاستضافه ديالها، وشكرا بزاف بزاف. وراه سهام وياسين فرحانين. تبارك الله عليك، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في حياتكم. تبارك الله عليك.